بسم الله الرحمن الرحيم. أنا معاذ عبد الحميد الوابل، شريك مؤسس في العلامة التجارية مطعم أصل برجر لتقديم الوجبات. طبعا العلامة التجارية تقدم البرجر المختص بالطريقة الحديثة، اللي هي عبارة عن اللحم المفروم المضاف عليه بعض التوابل البسيطة، أو الدجاج المشوي المضاف أيضا عليه بعض التوابل البسيطة. البداية طبعا كانت رغبة ملحة منذ المرحلة الثانوية. أنا منذ كنت في المرحلة الثانوية كنت أقول للوالد دائم خلنا نفتح مطعم، كان عاجبني نشاط المطاعم. استمرت هالرغبة إلى التخرج من الجامعة، بعدها جربت مطعم همبرجيني في الرياض، عجبني المطعم بشكل كبير، طلبت علامتهم التجارية، ما كانوا مستعدين لمنح الامتياز التجاري. بعدها قابلت ولد خالي وذكرت له الفكرة، أعجبته أيضا الفكرة. كان عنده صديقه عنده وصفة في تقديم البرجر بالطريقة الحديثة المختصة، اتفقنا أن نتقابل في استراحة، جربنا البرجر أعجبنا بشكل كبير الحمد لله. وعلى طول في نفس الوقت اتفقنا اللهم لك الحمد في إنشاء العلامة التجارية، وسوينا أول عقد في الاستراحة، ثم استأجرنا الموقع بعدها بفترة بسيطة وبدأنا في إنشاء هذه العلامة التجارية والحمد لله. الأمور اللي ساعدتنا في منح الامتياز التجاري، حنا كنا أول مطعم إذا ما خاب ظني مختص في البرجر في منطقة عسير، وهذا ساعدنا بشكل كبير في نشر علامتنا التجارية في المنطقة الجنوبية. طبعا كان عندنا أيضا جودة اللهم لك الحمد جيدة جدا في الطعام، كان اسمنا انتشر بشكل كبير في المنطقة، مما ساعدنا في منح علامة الامتياز التجارية. وأيضا كان عندنا رغبة من البداية في منح العلامة، بل أذكر أن أول فرع منحنا فيه علامة الامتياز التجاري كانت عرض مننا، عرضته لأخوي أنه يفتح علامتنا التجارية في منطقة جازان، وأعجبه الفكرة وفتح في منطقة جازان. هذه كانت أول بداية لنا في منح العلامة الامتياز التجاري. الراغبين في العلامة الحصول على امتياز التجاري سواء من أصل برجر أو من غيرها، مهم جدا القراءة عن هذه العلامة التجارية ومعرفة طريقة إدارتها ومعرفة المنتج ومعرفة أرقامها المالية، هذا جدا مهم. قراءة العقود بتمعن والبنود والسؤال عن البنود الموجودة في العقد وعدم الموافقة على العقد إلا بعد فهم العقد بشكل كامل مهم جدا. أيضا الضبط الإداري والمالي، مهم أن يكون عندك محاسب في بداية المشروع وأيضا مدير لمشروعك قبل افتتاح المشروع، هذا يؤثر بشكل كبير جدا على نجاح المشروع طبعا. وأيضا السؤال عن العلامة التجارية وسمعتها في السوق التجاري.